هذا المول كاين هنا في الجديده وكاين ناس بزاف اللي ما تيعرفوش، مرحبا بكم. حنا دايرين فيه منتوجات جديده، منتوجات ان شاء الله غادي تعجبكم، من لباس، من نقره، من ذهب، من هكذا ساعات يدويه، منها عطور، منها اعشاب، منها زيوت. يعني مرحبا بكم اللي بغى يجي يشوف ويتعرف على المنتوج، مرحبا به. كما كنقدم لكم انا المنتوج اللي عندي هنا، بالنسبه لي انا كندير زيوت طبيعيه، كنطحن اي زيت بغيتو كنطحنو قدامكم، يعني من زرجلان، من حبر شاد، من زرعة الكتان، من الأرقان، من سوجا، من دلوز. يعني الحمد لله كل شيء منتوجات طبيعية 100%، وكتشوفي قدامك المنتوج، يعني ما كنجيبو حتى حاجة من عندنا. السلام عليكم. من خلال هذه النظرة اللي غادي نلقيو لكم هذا النهار، احنا في الموجودين الآن في المول اللي تقريبا هذه سنتين وهو مفتوح، وكاينه فيها بزاف المحلات التجاريه، ولحد الان باقي بزاف الناس اللي ما عارفينش بانه راه مفتوح لنا. ومن خلال هذه النظره كنعرضوا على الناس باش يتقدموا يجوا عندنا. موجودين في محلات تجاريه متنوعه، كاينه الالبسه، اجهزه للنساء، للاطفال، كاينه محلات تجاريه للمواد الطبيعيه مثل الزيوت وغيرها، وهناك محلات اخرى للنقره والذهب. كان محل اللي عندنا هنا الحمد لله هو موجود كل المنتوجات، كاين الزمرد اللي كيشتهي وكل النساء، كاين المجوهرات متنوعه، والذهب والنقره المشلله بالذهب. ومن هذه النظره كنعرضوا على الناس، مرحبا بهم عندنا يزورونا ويزوروا المحلات ديالنا، راه كلها مفتوحه وموجوده لاستقبال جميع الزوار. الوغ هنا عندنا رواق جزيرة مول. جزيرة مول هو منتوج جديد، عبارة عن محلة تجارية كبيرة وفيها جميع المنتوجات، جميع المنتوجات اللي يحب الزبون في الجديدة يجي يقتنيها بأثمان مناسبة وسلع جيدة. ولهذا تنطلبوا من جميع السكان ديال الجديدة باش يجيو يزورونا ويتمتعوا بالمنتوجات اللي عندنا، وتكون واحد النتيجة حسنة لنا وليهم. معكم أسماء من محل البيع المجوهرات، شامل كل ما كيضم النقرة، الرودياج، الذهب. طبيعة الحال هذا المول كاين في السونطخ، بزاف الناس اللي ما كيعرفوش عليه، هو مول باقي جديد ولكن شامل، يعني كيضم تقريبا اي جديد طوب بالنسبه للمنتوجات، لا التقليديه ولا التكاشط ولا، يعني زوين، شي حاجه زوينه بزاف. كنتمنى تزوروها، كنتمنى تشرفونا، وغيكون جديد ان شاء الله، يكون جديد. سي ان نوفو سنتر كوميرسيال، سا في بريسك 2 ans فين تحل هذا لو سنتر كوميرسيال. اي دايور انا جو سوي اون نوفيل في هذا المول، جو سوي نوفيل اوبتيسيان اوبتوميتريست. دونك ليا الشرف نشارك في هذا ليفينمون باش نزيدو نعرفو بكثر، باسكو مازال ما كيعرفوش بزاف الناس. اي ليا الشرف نعرفكم حتى بالماكازان ديالي اونطونك اوبتيسيان. مرحبا بكم في اي وقت عندي. السلام عليكم، معكم نيسري ميك اب ارتست، مدينه الجديده داو سور كازا. اليوم احنا جد سعيدين بالتواجد ديالنا هنايا بالتظاهره اللي دايرين الاخوان معنا هنايا، الستيليست اللي داروا التصاميم ديالهم وخلونا نستمتعوا بالطيلمون القفطان المغربي والجلابه المغربيه ايضا. وانا جد سعيده ومسروره انني كنت معاهم، وانني قدرت نحط لمساتي في الوجه ديالهم، وقدرت نحط الميك اب ديالي. تنتمنى من الجميع يا ربي التوفيق، ونتمنى حتى التظاهرات تدوز احسن يا رومان. الحمد لله كما كتشوفوا راه القضيه تبارك الله، كنديروا كاينين من مختلف الانواع، كاين العطور السعوديه، كاينين محلات تجاريه، يعني داكشي انكرويابل تبارك الله وصل عن به، اللهم لك الحمد داكشي غزال. معكم فتيحة نخلي، عارضة أزياء من مدينة كازا الكبرى. كنمثل مدينة كازا في مدينة الجديدة، كنشارك في معارض في دار البيضاء، خارج دار البيضاء. كنتعامل مع الناس أجانب، ناس في المغرب وخارج المغرب. هذا هو المنتوج ديالي، الحمد لله هذا هو المنتوج. جيت هنا لمدينة الجديدة، درت عرض، لقيت إقبال، لقيت ناس مزيانين، والحمد لله حنا غادي مزيان. كنتمنى من الله التيسير، وهذا ما كان.